عندي يا معلم حمو، انا لولا ان في شغل بيناتنا ولازم أن نخلصوه انا لا كنت جيت ولا شفت وش، ولا كانت الالف جنيه اللي انت بعتها لي معلشه كانت لحلحتني من مكان. خلص يا شيخ حسن، العروسه ايه؟ انت بقى عزه اللي استنيناكي ليله بحالها، كنت فين؟ وتحديدا مين اللي حط المخدرات في بيتك؟ انت مالك؟ انت مش خدت براءه من سرايا النيابه؟ اه الحمد لله. طب انجزني، انا كان عندي كفاءه اجيب بدل مأذون 10، بس انا قلت الورق ورقك وانت شايف الليله من اولها كله خالص اهوت والناس ماضيه. شوف ناقصك ايه وكمله. اه الشاهد التاني استاذ حنين، هو راح فين؟ اه انا بعته مشوار على الاما يجيب لي حاجه وزمانه جاي، وبعدين هو مضى اهو. انا مش فاكر بقى مين مضى ومين ما مضاش. كلنا مضينا يا مولانا. خلاص خلاص، ما دام انتوا شايفين كده يبقى تمام، توكلنا على الله. انت بتمحلق في ايه لمؤاخذه؟ ما دي العروسه وده الورق وهذه صورتها. خلاص انجز يا شيخ حسن انجز. بسم الله بسم الله. ماشي يا عزة، هل موافقة على الزواج من المعلم حمو؟ طبعا موافقة، امال هي هنا ليه؟ انت مش موافقة يا عزة؟ يا ورنا يا عزة، ما تزعليش الكبير. يلا لا انتظر، ده زواج مش لعبة. انت بتزعل ليه كده يا شيخ حسن؟ هي موافقة، انت مش موافقة يا عزة؟ اه موافقة. هي موافقة، انجزني. آه خلاص بسم الله. سلامة. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بحضنها. معرفتش اتجوزك وانت عايشة يا عزة، اتجوزتك وانت ميتة.